شو أول مكان زرتي بعد فك الحظر؟ هوني على الكورنيش تمشاي بس. هلا ما رحنا محل على الكورنيش صراحة، مشي رياضة، حتى زيارات ما كتير خففناها كتير. اجيت على لادي، اجيت على بيتي هون، وبعدين اجيت على سود ضيعة. أول مكان زرته بعد فك الحظر طلعت رحلة. مشقيتة. طلعت ولا مع رفقاتي جايين من الشام ومن عدة محافظات سوريا، طلعنا مشوار. أول شيء زرت أكيد الوالدة، يعني لأنه بمنطقة بعيدة يعني ضيعة، يعني زرت أول شيء هيك، وبعدين جينا على سوق الضيعة أهم شيء كمان، متنفس لنا ومنجيب أغراضنا. كانت مشوار باتجاه سد بلوران على الطبيعة، يعني بالعادة بنقعد جنب البحيرة. صرت ألعب طابي أنا ورفقاتي، وأطلعوا وتسلوا إنه تمشى بالحديقة أنا وماما وهيك. والله أخذت بنتي على السوق، سوق الضيعة. إيه رحت رحلة، بس الرحلة كانت على كفرية اسمها منطقة النبوعة، كانت خارقة.